يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليمون وزيت قد بعض زي كل مرة. أربط صوص محترم مظبوط بمعلقتين ليمون قدامهم معلقتين زيت بالمعيار كده يعني بالويم بس كده. ماشي الكلام؟ حلو كده. بص بقى مني ده سن التوم، شايف المنظر ده؟ توم مفروم، فص توم واحد. ماشي؟ واجيب عندي المضرب واضرب مع فلفل اسود كمان ومع ملح وابدا اشوف الصوص ده يوديني فين بقى. بسم الله. تمام الحمد لله. وبعدين انا والله من وجهه نظري البصلايه الخضراء دي هستغلها معايا في النص كده، مش هتشاب بس هتديني تست حلو قوي. ما عنديش هنا، مش هحط بصل احمر، هحط بصل اخضر مع الفلفل الالوان اللطيف ده. بص كده ناعمه قوي ما تبانش، بس تست هيبقى عادي جدا، هيبقى فيها ريحه حلوه. تنزل كده وابدا اجيب عندي كل الخضار بتاعي، فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر طبعا، طماطم الشيري، ورق الكزبره او البقدونس حسب ما حضراتكم بتحبوه مش كتير، والبطاطس المشويه في الفرن. بعد ما بتبرد نبدا ننزلها كده ونعمل ايه بقى؟ هنقفل حاجه الطبق ده قبل ما نطلع بس عشان نظبط كل حاجه. نجيب عندنا حاجه نقلب بيها بالمنظر ده. شوف الملامح راحت لفين؟ اهو. تاخد معلقه هريسه عفوا. اهي معلقه هريسه حلوه مش شطه. ده فلفل رومي. طبق سلطه ده انا بالنسبه لي ممكن اغمسه عادي جدا. طيب نغرفه ازاي؟ زي ما اتفقنا عندنا حبه جرجير. ماشي. طب انا هعمل حاجه حلوه. نجيب الطبق ده لطيف. تمام تمام بسم الله. ريحة الهريسة مع الثوم مع البطاطس المشوية فيه تستعجل، في ريحه حلوه، يبقى التست ان شاء الله احلى بكتير. لحظه واحده نقفلها بجرنش لطيف. سلايز ليمون حلو. تمام كده حلو. وبعدين وانا قبلين بص الفينش الاخير ده بقى، ده مهم جدا، عصره الليمون بقى تاني. مش كده سلطه ليها تستعلي جدا